المباراة ما وقفتش بس عند مصر، ردود الفعل الإماراتية الحقيقة بعد المباراة كانت ظاهرة واضحة بالحفاوة اللي موجودة من الاستقبال من الأشقاء الإماراتيين اللي كانوا عندهم ردود أفعال خلال المباراة وبعد المباراة، واللي ظهرت من خلال تصريحات هبدأها مع الأستاذ سهيل العريف لأنه هو المسؤول طبعا عن قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، واللي أعرب عن سعادته باستضافة مباراة السوبر أو استضافة الإمارات لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك. دي مش أول مرة طبعا، حضراتكم عارفين مرات كتيرة جدا، ولكن دايما يبقى فيه تطلع ان احنا ما نبصش بس الامارات نفذت كام لقب، تطلع للي جاي، اعتقد ده اللي بيسعدنا. هو اتكلم وقال الجماهير المصرية قدمت مثالا مميزا على التعامل بالرقي وقد سيطرت الروح الرياضية على اجواء المباراة. ده التصريح اللي بدأ بيه كلامه لان هو اتكلم على الروح الرياضية، ما اتكلمش فنيا تماما، هو عايز يشوف ان المدرجات ممتلئة بالابيض وبالاحمر وكلاهما ما بينهم كل الود وكل الحب، وهو ده اللي اشاد بيه. قال كمان ان تذاكر المواجهة نفذت منذ فترة وكانت المدرجات مليئة بالجماهير وحتى الممرات كمان، واتكلم ان خارج الملعب كان فيه، شفنا طبعا الكاميرا الدرون مبينة الملعب تماما، قال ان حتى الملعب من بره كان فيه جماهير كتيرة جدا بتحاول انها تدخل المباراة لان ما قدرتش انها تحصل على تذكرة او كانت جاية عندها امل انها تحصل على تذكرة، فبنقول لهم طبعا تتعوض فيها المباراة القادمة. اتكلم كمان وقال مباراة السوبر القادمة، وده التصريح اللي يهمني، ستقام ايضا في الامارات العربية المتحدة، وده بعد التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم. بنشوف قد ايه فعلا ان المصدر والروح الرياضية، كل الجماهير وكل الحاضرين امبارح كانوا مسؤولين تماما عن الصورة الخاصة بمصر. لو كان اي حد اساء كانت تطلع صحف كثيرة جدا عربية وعالمية وحتى هنا في مصر تتكلم عن مدى السوء اللي وصلنا له في ملاعبنا المصرية. ما شفناش الحمد لله أي لقطة سلبية، حتى المدعبات والبانرز اللي كانت مرفوعة من كلا الفرقتين قبل المباراة كان فيها نوع من أنواع يعني الطرافة شوية بالنسبة لكلا الفرقتين، ممكن يبقى فيها معاني كثيرة جدا بس مش عايز أروح لها، بس في الآخر بيرفعوا البانر مدة معينة وبيشلوه بعد كده يبدأ التشجيع، كل ده تحت مظلة الروح الرياضية. بنبارك مرة تانية لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبي، ونقول هارد لك أيضا لمجلس إدارة نادي الزمالك واللاعبين والجماهير، وبنأمل إن شاء الله فيما هو قادم إن احنا نشوف نفس المستويات الفنية اللي احنا بنشوفها في كرة القدم المصرية بين الكبيرين.